إذن أيها الأصدقاء، اليوم عبر الصفحة الأولى نعود مرة أخرى السينما السودانية. البطل الذي ليه؟ لأنه جابوا الأفلام المكررة. السينما الأكشن جاذبيتها أكبر يا أخوانا. عايزين نشغل سينما الثورة، ودي حارتكم ودي سينمتكم. هلموا هلموا، هذا فيلمكم الذي اخترتوه عشان ما فعش فيكم يجي يقول لها فيلم كعب. تصور يعني ستة جوامع في المحيط ده مش ممكن. لا، السينما هتبتدي بعد العزام بتاع العشاء. أول أفريقي يدرس السينما. أنتوا قايلين موجود قبل غر؟ ها نازل داري طبعا عندهم عروض كده لمدة شهر. أمن والمخابرات ليش كنا كويسين. شغل كبير. شغل كبير. أنا الألوان بيعمل إيش؟ ما كان قاعد له في كرسي زي دم الوطاء كان